هذه الأصوات؟ يبدو أنني ما زلت أشعر بالنعاس. ما أحلى النوم بعد التعب. هاي هاي يا أخينا، هذا الصوت ليس حلما، فأنا لم أنم بعد. هذا هو مصدر الصوت إذن، قطرة ماء غير مهم. مكانك، قطرة الماء غير مهم، حرام عليك يا رجل. من أنت؟ أنا قطرة الماء، اسمي غالي. أراك حزينا يا غالي، فما السبب؟ كيف لا أكون حزينا وهناك من يرى أنني لا شيء؟ تذكر يا خالد، الناس في حاجة إلي. قطرة الماء نعمة من الله ولا يجوز أن نهدرها. كان الماء ثروة وما زال، لا يجوز للناس أن يهدروها، أليس كذلك؟ أعذرني يا غالي، معك حق، لن أفعل ما فعلته مرة ثانية. هوبا. أنا قطرة الماء غالي، حافظ علي. اسم على مسمى.